حجهم ودعاءهم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق الذي جمعكم على هذا الفرش أن يحشركم تحت ظل العرش، وأن يحرم هذه الوجوه الخاشعة الخاضعة الراكعة الساجدة عن النار. وأسأله كما دعاكم ولبيتم لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق، لبيك ذي المعارج، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل أتيتم تلبون. أسأل الله جل وعلا أن يردكم إلى رحالكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن لبى فلبى له السماوات والأرض. وأسأله جل وعلا أن يجعل حجكم مبرورا، وأن يجعل سعيكم مشكورا، وأن يجعل تجارتكم لا تبور. أحبتي مرحبا بكم في بقعة العالم كله ينظر إليكم بالغبطة، والله الذي لا إله غيره إن ملايين من هذه الأمة إذا رأتك على صعيد منى عبر الفضائيات ونظروا إليك، وأنت تبيت في هذه الليلة لتنتظر أفضل أيام الدنيا. غدا تشرق الشمس لا كشروق شمس يوم قبلها، لأن غروبها معناه ميلاد كثير من أمة الإسلام ميلادا جديدا. نعم أنتم غدا تنتظرون الجنة وتنتظرون المغفرة، وغدا تنتظرون العظيم جل وعلا يوم أن يباهي بكم ملائكة السماء. أنتم في هذه الليلة تنامون لتستعدوا لمباهاة الله جل وعلا بكم غدا. إذن بعضنا الآن جالس في منى وعلى صعيد منى وعلى هذه الأرض ينتظر أقل من 24 ساعة ليباهي الله به ملائكة السماء، ثم يدعوكم للانصراف وقد غفرت ذنوبكم. الصغائر أم الكبائر؟ أبشرك الصغائر والكبائر. الله أكبر، ما أعظم هذا العظيم وما أكرم هذا الكريم، إنه المنان جل وعلا. بعضنا الآن لو مات الآن لركان من أهل النيران لربما، حرم الله هذه الوجوه عن النار، لكنه غدا يلبي فيقف على ذاك الصعيد حاسر الرأس منكسر القلب باكي العين معترف بالذنب، يا ربي يا رب، ومن الذي أناخ بباب العظيم فطرده؟ إنه أكرم الأكرمين. نعم يأتون إليه بذنوب بلغت عنان السماء وقلل الجبال، والله إن عفو الله أعظم من ذنوبنا، وإن كرمه أعظم من عيوبنا. ولذلك أتيت إليه، تركت الأبناء، تركت الوطن، تركت المحبين، أنفقت المال، أتيت والسمرة تعلوك والشمس تشوي وجهك، ولربما بعضنا عنده الآن إرهاق، وغدا يلتقي بالله جل وعلا على صعيد عرفات الله يوم ليلة القدر يتنزل الملائكة، أما يوم عرفة الله يتنزل لعباده جل وعلا. وما رؤي في يوم أكثر عتيق من النار. افرح واطمئن واشرح صدرا وارجو من رحمة الله، وإياك أن يأتيك شيطانك والعدو الذي أتى بالمقربة منك إلى أبيك إبراهيم فيوسوس لك ويقول إن عفو الله لا يشملك ورحمته لست أهلا لها. إياك، والله أنك أهلا لها، إن البلوغ على هذا الصعيد معناه اصطفاء من الله لثلاثة ملايين من 1,500 مليون مسلم على كوكب الأرض. اصطفى 3 مليون حتى يأتوا إليه بشرط أن يكون الله وحده في قلوبهم، أن تكون تلبي تلبية القلوب وتحج حج القلوب، لبيك لا شريك لك، فلا أخاف إلا منه، ولا أرجو إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أقسم إلا به، ولا أذبح إلا له. هو الواحد في قلبك لأنه واحد في خلقك. إذن أبشر، أبشروا وأملوا، فالموعد غدا والموعد غروب شمس الغد، فاستعدوا للقاء الله.
استعدوا بقلوب نقية، قلوب طاهرة، قلوب مخبتة، نعم قلوب منكسرة. العجيب أحبابي، جميعنا أتى لله، ويا قل ما تسمع من يقول الآن لبيك اللهم لبيك. من اللي جابك هنا الله يحفظ؟ لماذا لا تلبيه؟ ألست أتيت له؟ أتى جميع شرائع الإسلام نطبقها عند أهلنا وفي دويرة بيتنا وحول مسجدنا، نصوم عند أهلنا ونصلي في مساجد حينا ونتصدق على فقراء مدينتنا إلا الحج. فلا بد أن ترحل لله، لا بد أن تترك وتغادر وتطلق المألوف والبيت. كم مرة نمت فيها بجوار إنسان غير زوجتك؟ بعضنا ما تعود على بيئة أن ينام في غرفة فيها ثمانية ويشترك مع أناس في دورات مياه. لماذا؟ وين الشماغ؟ وين البدلة؟ وين الكرفتة؟ وين العود ودهن العود؟ وين الورد؟ محرم أتحداك تضعه. لماذا؟ لأنك كالميت لتولد. أنت خرجت من بيت أهلك كما يخرج الميت، وخلعت المخيطة كما يجرد الميت، واغتسلت كما يغسل الميت، وتطيبت كما يحنط الميت، وستبعث غدا على صعيد عرفات كما يحشر العالمين والموتى. وعلى صعيد عرفات فريق في الجنة، الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. إنها رحلة الميلاد، إنها رحلة الميلاد. هذا الثوب الأبيض الذي تلبسه هذا كفنك، والطيب الذي وضعت في الميقات هذا حنوطك، وحسرت الرأس خضعانا لربك واستجابة لندائه وإتماما لدينك. أتيت هنا تشكو الذنوب وتشكو الهموم، أتيت إلى العظيم ملبيا، وربي لا يرد أحدا. ابن عساكر عليه رحمة الله روى في تأريخه قصة عجيبة. هنا شفت المنائر هذه، هذا الخيف، خيف منى، في هذا المكان من 600 سنة. يروي ابن عساكر أو 700 سنة أن عالمين جليلين حجا، وعند البيت وعند الخيف قبل ما يصير مسجد، هذا الخيف عنده نام الإمامين، نام الإمام الأول مع الثاني مشائخ طلبة علم. فلما استيقظ أحدهما إذا برؤيا تفزعه. ماذا رأى؟ رأى أن الملكين قد نزلا، وأحدهما يسأل الآخر وهو يسمع: كم حج هذا العام؟ قال: حج 600. قال: كم قبل الله عندما لبوا؟ قال: 6. قال: والبقية؟ ما قبلهم الله. قال: فقام مفجوعا. قال: فذهبنا إلى عرفات الله، وفي عشية عرفات رأيت من يبكي ويجأر: يا ربي يا رب. فبت بعد عرفات، ذهبت إلى جمع مزدلفة وبت، فإذا أرى الملكين أحدهما يقول للآخر: كم حج؟ قال: أما قلت حج 600,000؟ قال: كم قبل الله؟ قال: أبشرك، لما وقفوا بعرفات الله وهب الله المسيئين للمحسنين، فأعتق أهل الموقف من النار. إنه الكريم، إنه الغفار. لكن خل قلبك يا أخي يثق في ربك، وغير يا أخي الحبيب من منهج حياتك. أنت تولد، مع غروب الشمس غدا تستلم شهادة ميلاد. لو ذهب أحدنا للمستشفى الذي ولد فيه ليجدد شهادة الميلاد، قالوا: ما عندنا إلا شهادة وفاة، أنت مولود من 40 عام. لكن الحاج يولد عام حجه. نعم، لو مات أحدنا بعد عرفات الله أو بعد الحج بيومين ما سئل عن ذنوب إلا يومين فقط. وين الباقي؟ الحج يهدم ما كان قبله. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما بسط يده للمبايعة: ابسط يدك يا عمرو. قال: ولكني أشترط. ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر ذنوبي. قال: ابسط يدك يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ كما أن الكافر إذا أسلم محيت ذنوبه، فالحاج إذا حج كفرت ذنوبه الصغائر والكبائر، إلا حقوق الخلق يلزمه أن يردها. فأملوا وأبشروا، فالرب غفور ورحمته
لا تكون في جزء من الكون مختفية، رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الشيطان عندما سمع قول الرحمن ورحمتي وسعت كل شيء تشوف لرحمة الله، طمع في رحمة الله، حتى سمع بعدها فسأكتبها للذين يتقون، وما الحج إلا من أبواب التقى. نعم أيها الأحباب، حجوا بقلوبكم وأملوا واطمئنوا، حتى من حج عن غيره ابشر بالخير، إذا نزلت رحمة الله تشمل كل أهل الموقف، ولعلك منهم، أبشر بالخير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أبشر بالخير. صلاة المغرب اللي صليناها تصرف في مدينتك بمئة ألف صلاة، الله أكبر. ولذلك أيها الأحباب، قدومك في هذا الوقت وفي هذه الساعة وقدومك على هذا الصعيد، أنا متأكد إن جميع كثير منا قبل الحج يأتيه مشاغل، ويأتيه من يصرف عن الحج، وتجيه أمور يتمنى أنه قبل الحج لو أنجزها، لكن بعضنا يستسلم لكيد الشيطان ووسوسته، والبعض يأتي لبيك وسعديك، لبيك إله الحق، لبيك اللهم لبيك، أتلبي العظيم ويطردك عن بابه وهو الكريم وكرم غيره من كرمه؟ اطمئنوا، أملوا، اسعدوا، والله ليس على كوكب الأرض مسلم أسعد من حالكم، لأنكم تنتظرون يوم المباهاة، تنتظرون عرفات الله، تنتظرون يوم الميلاد، ماذا يريد هؤلاء؟ ثم يشهد الملائكة على أنه قد غفر لهم، احمدوا الله على هذا.